مساء الخير، مساء الجمال على كل متابعين قناة ريم، ورجعنا لكم تاني مع الجمال والموضة. والنهاردة منورني في الاستوديو مصفف الشعر كرولس طلعت. طبعا كرولس هيشرح لنا ويقول لنا ايه موضة 2018 بالنسبة للشعر. ازيك يا كرولس؟ كنت هقول لك اسم تاني. مش مشكلة. هما طبعا بينادوك كرولس كارلوس كيرلس، يعني شبه بعض كله طبعا. والدلع الاساسي ايه هو؟ كرولس برضو. طيب ماشي، منورني كرولس. طبعا احنا البنات بنحب نهتم جدا بشعرنا، تمام، والتسريحات والقصة وكل الحاجات دي. تمام. عايزة بقى اعرف منك يا كرولس ايه موضة 2018 بالنسبة للشعر، يعني بالنسبة للقص اول حاجة، يعني لو البنت هتقص شعرها ايه اكتر بنت تنصحها، بحكم لو في بنت وشها طويل وشها مدور، ايه الشعر القصير بيناسب اي وش فيهم؟ تمام. هو بالنسبة للموضة بتاعت 2018 الوان كات اكتر حاجة، والقصير شوية، والتوب كاري يعني قصير قوي اللي هو على جرسون مثلا، والتوب كاري يعني هم دول اكتر حاجه. دي اكتر حاجه 2018 يعني تروح بالذات التوب كاري. البنات اللي شعرها طول تروح تقص شعرها. والله انا ما انصحش بصراحه. صح. يعني قول لي دلوقتي، احنا طبعا الموديل منورانا وعايزين نعرف، احنا هنعمل تسريحه عروسه صح؟ تسريحه عروسه. اوكي، قول لي بقى ايه التسريحه اللي انت يعني، طبعا العروسه بتحب انه موضه في حاجات كتير بتطلع معانا يعني، فاهم زي كل مره بتطلع تسريحه جديده. مزبوط. بس ايه التسريحه اللي انت شايفها اكتر حاجه مناسبه للعروسه؟ تمام. هو احنا هنعمل النهارده شنيو، هيبقى مرفوع لفوق شويه. اوكي، بس نبتدي دلوقتي. اوكي احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل شنيو. شنيو عروسه هيبقى مرفوع لفوق شويه. حلو. هو خد فتره الموديل بتاع السبعينات شويه كان اكتر حاجه شغاله. دلوقتي هنعمل حاجه مرفوعه لفوق شويه. طب قول لي دلوقتي لما تجيلك العروسه، يعني هي بتختار هي عايزه تعمل ايه ولا انت طبعا هو هتيجي في مره قبل الفرح، بنعمل زي بروفا، بنعمل عليها تيست، بنشوف ايه اكتر حاجه. عايزينها بس تلف هنا للكاميرا شويه. اوكي. ايوه، لا العكس. اوكي. ايوه، بس بنعمل بروفا للعروسه، بنشوف اكتر حاجه تبقى ماشيه معاها ايه مع الاكسسوارز بتاعتها، ولا حسب الفستان كمان يعني، حسب الدرس برضو. يعني اذا كان كل مفتوح حاجه التسريحه تكون ازاي، اذا كان يعني لو مفتوح شويه من فوق بتبقى اكتر حاجه ممكن يفضل اللم والسايب، لو في شغل من قدام او مقفول من قدام شويه بنضطر ان احنا نلم الشعر خالص، يعني ما يفضلش ان احنا نسيب عشان شكل الفستان ما يروحش يعني. حلو. طب دلوقتي التسريحه دي اسمها ايه؟ لو هنيجي طبعا كل هو ده شنيون مرفوع لفوق. شنيون بس مرفوع. شنيون. اوكي، يعني تجي لك العروسه تقول لك انا عايزه شنيون. عايزه شنيون، عايزه الشكل ده مثلا، ملوش اسم معين. لا احنا عايزين بس الموديل تفضل كده نبين الشعر بس. أوكي. انت بقى ما تجيش، خليك هنا. اوكي كده مظبوط. طيب وعندنا هنا لما نيجي نعمل الشنيون، العروسه لما تجي لك بتحب تغير لها لون شعرها؟ يعني اذا لو هي حابه تغير لون شعرها بنعمل طبعا حاجه تمشي مع لون بشرتها، دي اهم حاجه. ولا يعني حلو اللي كان لوك تغيير، عشان الفرح لازم كل حاجه تبقى مختلفه طبعا شويه. طبعا العروسه لازم يوم فرحها كل حاجه تبقى مختلفه، بالذات لو مثلا العروسه بتكون شعرها اسود، عارف ما غيرتش لون شعرها بتاتا، فيوم الفرح لازم يكون في تغيير. تبقى مشكله ان حد يقتنع ان هي تغير لون شعرها، دي لو متعوده عليها فتره بلون معين بتبقى ما بتقتنعش. بس شكله مش صعب عليك يعني، شكلك مش صعب يعني، لازم نتكلم شويه كده ونضيع التوتر اللي بيبقى عند العرايس، ده اهم حاجه. بس اكيد في عروسه ممكن جات لك قالت لك لا انا عايزه كده، عايزه شعري كده، مش عايزه اعمل شنيو، عايزه الموضوع هادي جدا. كتير جدا فعلا. صح كده. كتير. اوكي طيب، يعني هنقول التسريحه دي شنيو ده يعني بيمشي على اي وش بالظبط؟ ده يمشي على الوش الرفيع اكتر. الرفيع. اوكي، الوش المليان مش هيبقى حلو عليه. طب ده بيمشي بالنسبة للعروسة، يعني بيمشي للفيونساي والفرح الاثنين مع بعض؟ ده يمشي. ولا بيمشي الاثنين مع بعض.
وممكن كمان غير العروسة، مامت العروسة، ممكن أخت العروسة، مامت العروسة ممكن تعمل كده كمان. بس لو مامت العروسة ممكن لو هتبقى مسيبة بيبقى يعني أشيك دلوقتي. بنقول مثلا لو يعني رايحين على فرح كده فممكن تعمل التسريحات دي. تسريحات بس تعمل التسريحات لوس شوية، مش حاجة تبقى يعني مرفوعة أكتر، يعني يبقى فيها خصلات نازلة شوية. أوكي. الجزء بسيط يتلم، ده بالنسبة للسواري يعني. دلوقتي انا شايفه العرايس اكتر حاجه بتحب انها يكون شعرها سايب اكتر حاجه. تمام. بتحط تاج وخلاص. تمام. مش عايز تتعب نفسها. هو موضه موضوع ان الشعر يبقى سايب ده. اوكي. اكتر حاجه يعني هو الموضه يعني ما يعني موضه 2018، موضه 2018 والمرفوعه برضو يعني الاثنين مع بعض، المرفوعه والسايب. حلو حلو. طيب في فورمات معينه ممكن تخليني استغنى عن الطرحه؟ في تسريحات طرحه يعني مش قوي يعني، ممكن الهيربيس اوكي نحط طرحه بس. لا الطرحه دي لكن طرحه ممكن نحط شابو مثلا. لا بصي يعني العروسه بتلبس الفستان. تمام. بتحط التاج بس تحس الطرحه انه لا هي ممكن ما تحطش تاج بس لازم تحط الطرحه. لا ما هو في بنات بتحط التاج وتحط الطرحه مع بعض. تمام. عارفه تاخد الفستان كامل مكمل كده. تمام فاهم. تمام. عشان مظبوط. ما يكونش في حاجه فرحه ناقصه. بس اكتر الطرحه تبقى موجوده يعني اكتر من التاج او الهيربيس او الاكسسوارز يعني. انا دلوقتي مثلا بشوف فعلا يعني بشوف في العرايس البنات الجميله اللي بتتجوز بتعمل حاجات حلوه جدا، مثلا تمام. بتروح لابسه فستان مثلا عروسه ولابسه كوتشي في رجلها. تمام. لما شعرها عادي جدا، بطل الموضوع انه هي تقعد مثلا اوكي بتروح تعمل شعرها بس ما بتخلي نفسها سامبل جدا. سامبل بالنسبه جدا. للبنات دي لو انت هترشح مع فستان عارف زي الباربي كده ولابسه كوتشي شعرها تعمله ازاي في الحاله دي؟ تسيب اكتر. يعني تسيب شعرها اكتر طالما هي محتاجه حاجه سامبل قوي. تبقى مسيبه اكتر. اوكي. في ناس برضو بيعملوا تو لوك يعني الصبح مثلا تعمل في السيشن بتاع التصوير شكل وبعد السيشن مثلا في الحفله او كده تعمل شكل تاني. شكل تاني. طيب لو احنا مثلا اتكلمنا على الشكلين دول، ايه الشكل اللي انت تفضله عشان ما يكونش قريبين يعني نبعد؟ فاهم ازاي؟ لما نيجي في السيشن نعمل حاجه وبعدين حاجه فلاقي حاجه هنا مختلفه احس انه انا في اختلاف في الموضوع. تمام. اعمل ايه؟ يعني هتلم شكل جزء هتلم وجزء هتسيب، ده شكل وده شكل تاني خالص. اوكي. حلو. يعني كده انت سهلت الموضوع. تلم دي وتسيب دي في دي في حته ودي حته ثانيه. اوكي. طيب عايزين بقى ايه تقول لي ايه الوان الشعر السنه دي يعني. تمام. وبالذات في بنات بتعاني في الصيف في البحر اللي بتروح البحر وكده الالوان بتروح منها. بتروح منها. اللون اللي موضه طالع اللي البنات ممكن تعمله، اللون كمان اللي البنت اللي يعني تبعد عنه شويه لو هي بتروح البحر كتير عشان ايه اللون ما يروحش منها وتقعد تعيد لدار انه يروح شعرها. تمام. يتعب في النهايه. هو بالنسبه للالوان اللي بتروح اكتر مع الدرجات الفاتحه اللي على جراي مثلا او على بيجات يعني مثل حالاتي. تمام. انا مش هروح البحر صح. انا هقعد كده. تمام. هي دي اكتر درجات دي اكتر حاجه بتتعبني يعني في شعري. عارف ازاي بتعب على اللون ده في الاخر في الصيف يجي يقلب اللون. بس هي دي المشكله كلها الفواتح تنزل بسرعه. بس هي موضه اكتر حاجه الفتره دي البيجات والجراز. بص اقول لك حاجه انا يعني بصراحه بعمل ايه يعني انا من لون شعري ده بتلاقي بروح البحر بنزل بطلع بلاقي اللون اختلف في شامبو. تمام. بغسل شعري برجع اللون زي ما هو. فاهم على القليل اهو اقرب الموضوع احسش ان اللون راح كليا. بس اللون اللي بترشح انه البنات في الصيف تعمل الاورانج والاحمر؟ لا خالص بيغير لونه بسرعه. مع البحر والشمس كتير اللون يغير اسرع معاه ما يثبتش لونه. اوكي. طيب البنت ركز معايا حاسه عارف ان انا بسالك سؤال صعب ركز معايا. البنات اللي مثلا البنت السمراء ايه اللون اللي لازم تعمله لشعرها؟ السمراء يعني الدرجات اللي تكون دافيه شويه يعني مش حاجه لونها قوي يعني. أوكي. لو فواتح يبقى لون دافي. اوكي. لون مش حاد شويه مثلا زي جراي بس يكون غامق شويه. تمام. لو تعمل امبر مثلا يعني اخر تلت في شعرها تعمل فيه لون مثلا ده يبقى حلو جدا ويمشي مع بعض. انت معاك بيسز هير عايزين نعرضها كده نشوفها؟ معايا بيسز هير معايا. أيوة. شابو زي ده لو مش هتحط طرحه او تاج العروسه. اوكي. والهير بيس موضه اكتر حاجه. أيوة. دلوقتي انا بشوف دلوقتي العرايس فعلا يعني
مفيش يعني بطل زي زمان انه لازم تتحت هنا لازم تمام. مش عارف ايه دلوقتي تقدر تلعب في اي مكان ورا. طب ممكن نشوف كده مع بعض لو العروسه عايزه تعمل ازاي نقدر نستفاد ايه المكان مثلا لو مش هنحط طرحه الله مثلا جميله دي ممكن نستخدم الشابو ده انت رجعتنا لزمان قوي حلو كل حاجه بترجع دلوقتي كل حاجه بترجع ده حقيقي خليتش حاجه في هدوم مامتي كل حاجه دي ما خدتها القديم برضو بينفع اكيد طبعا حلو وهي ما شاء الله جميله مثلا حاجه زي كده اها حلو اوكي دلوقتي لو انا مثلا العروسه جايه لك وهتعمل شعرها وهتغير لون شعرها طبعا لازم قبلها بوقت تنصح العروسه لو هتغير لون شعرها لو شعرها غامق مثلا لو اسود انه هو ده اكتر لون طبعا بيتعب الشعر لو هتغيره اللون فاتح جدا تنصح العروسه لو هتجيلك قبلها بقد ايه يعني على كم مرحله لازم تعمل شعرها عشان ايه ما يتعبش تمام كصبغه يعني كصبغه ده بالنسبه للون الشعر الاسود عشان هو الشعر الاسود يعني مرات بتجي لك عروسه تقول لك انا عايزه اللون الجري وطبعا الاسود عشان يوصل للون ده فهيتدمر لو من مره واحده تمام يعني هو مش هيتدمر اهم حاجه الماتيريال نفسها اللي هنشتغل بيها واللون يعني بالنسبه هي بتعمل اللون عشان اللوك بتاع فرحها ما ينفعش تعمله بدري عشان ما حدش يشوفها بيه اكتر من مره وكده فبالنسبه لهم مش هيبقى باين ان هي عامله حاجه اهم حاجه العريس ما يشوفهاش مش مشكله يعني اصحابها وجيرانها واهم حاجه العريس تمام بس فهي ممكن بتعمل اللون قبل الفرح بيومين او ثلاثه قبل الفرح بكام؟ بيومين او ثلاث ايام يومين او ثلاثه طيب لو انت مثلا هتيجي تعمل لها شعرها بتعمل لها من مره يعني من المره الاولى على طول ولا عشان توصل للون اللي هي عايزاه ولا من اول مره لا على طول من اول مره على طول حلو طيب لو مثلا لو واحده مثلا عاديه لو عايزه تصبغ شعرها اوكي في نفس الوقت احافظ عليه تصبغه كل قد ايه يعني تصبغه حسب الالوان ده مبدئيا يعني وحسب شعرها بيطول كل قد ايه تمام يعني لو بيطول بسرعه ممكن تقدر تصبغه خلال شهر ونص او شهرين مثلا لو بتعمل الوان فاتحه شويه لان دي بتجهد الشعر فلو صبغته كتير يضعفه اكتر ده لو عشان طبعا لو هي بتعمل الالوان الفاتحه فطبعا مع الغسيل هيفتح وهي عايزه نفس اللون ولازم هترجع تصبغ وتصبغ وتصبغ فطبيعي هنا شعرها هيتعب هيجهد شويه مع الوقت طبعا طيب مع الوقت طب احنا لو عايزين نتجنب كل الحاجات دي كلها لو هي عملت شعرها فاتح كده نرجع ونقول هو اكتر لون متعب اعتقد اللي انا عاملاه وانا بعاني بصراحه تمام. يعني ازاي انا اقدر اعاني ازاي اقدر انا اعاني ازاي اقدر انا اخد بالي من شعري وفي نفس الوقت اعمل اللون اللي انا عايزاه تمام هو اهم حاجه تستخدمي حاجه تريتمنت تكون كويسه قوي باستمراريه لشعرك بس اهم حاجه تكون براند كويسه جدا تستخدميها لشعرك بلس انك لازم تساويه دايما ده مصروف لازم بقى لازم تساوي مصروف جامد بس هي يعني. هي الدرجات دي يعني حلوه بس لازم تخلي بالك من شعرك يعني لا كده بصوا يعني احنا هندخل في بادج كبيره ومش عارف مش قوي ايه يعني ومصاريف لا خالص لا انت تقول يعني انه تحط البنت بقى على شعرها هتحط على اللبس ولا على شعرها ولا ايه يعني تحط على شعرها طيب هنا بقى لو هنيجي نتكلم عن الاكستنشن تمام اوكي طبعا تقريبا كل البنات بتستعمل الاكستنشن بشكل مش طبيعي تمام. هل يا ترى الاكستنشن بيضر الشعر بالذات اللي بالكليبس تمام بترشح انه البنت وفي بنات كتير بتعمل مثلا الاكستنشن وبتنام بيه هو الكليبس حلو خفيف قوي على الشعر يعني ده بيتشال ويتركب في اي ماشي وقت. بس بعدين بيسيب اماكن في الشعر يعني تمام فعلا تمام. ولا لا لا ما بيسيبش اماكن لو اتركب صح ما فيش اي مشكله اوكي يعني في هو بيتركب مفروض بضفاير لو اتركب اتعمل ضفيره كويسه من غير ما تتكربش جامد من تحت ده بيبقى خفيف على الشعر اكتر يعني انا لو هركبها وانا في البيت تمام اعمل ازاي بيبقى فيها ثلاث كليبسات الاكستنشن يعني بيتعمل على مقاس كل كليبس ضفيره تتركب اعمل ضفيره احسن يعني ضفيره احسن ما اشد المشط واقعد الكرباج طبعا ده بيقصف الشعر شويه فالضفيره بتبقى خف حلو طيب احنا دلوقتي معانا صور هنعرضها وتشرح لنا بقى انت مع بعضينا كده والقصات الجديده اللي معاك انا عارفه انه ايدك حلوه بيقولوا في القص ربنا يخليك يلا تمام دي كانت عامله تسريحه شينيو لتحت شويه شينيو ساقط اوكي تمام بس كنت حاطه تاج والطرحه حلو اوكي
معنا هنا. العروسه دي كانت مسيبه، ما كانتش حاطه حاجه خالص في شعرها غير الطرحه بس. دي شعرها سايب؟ ده شعرها سايب. اه حلو. وده شينيو مرفوع لفوق شويه. تمام. كانت حاطه الجبير اللي هو نفس جبير الطرحه والدريس. طب اشرح لي كده الفورمه دي، انه دي اكتر فورمه البنات بتحبها وقت بصراحه وقت تمام. الفرح اكيد هي بتبقى حلوه، بتبين الوش اكتر. ايوه. لو هتلبس حلق صغير هيبان اكتر. بس بترشح الفورمه دي للبنات اللي وشها مدور اكتر، وشها مدور اكتر ويكون رفيع شويه. زي كده مثلا برضو دي شينيو مرفوع لفوق بس كله ويفي من فوق. حلو. وده سايب خالص وحاطين الطرحه بس العروسه. ده ويفي سايب صح؟ ده ويفي اه سايب. البنات اتجننت تحت فين؟ يعني مش عارفين يعملوا شعرهم ازاي، مش سايبيني في حالي يعني. لا يلا بينا. وده دي عندنا هنا اه ده شينيو عامله قصه من النص وحاطه تاج. قصه من النص برده موضه قوي الفتره دي. دي حلوه كمان. ودي مسيبه خالص برده، وحاطه الطرحه وحاطه جبير من ورا نفس جبير الفستان. وماشيه مع الفستان يعني. انت دلوقتي بتختار ال اه لازم يبقى ماشي كله مع بعضه. حلو. ده شينيو اللي تحت كلاسيك شويه. حلوه دي كمان. الله دي جميله جدا. ده تسريحه برده سايب خالص. دي جميله جدا كمان. ده شينيو كلاسيك برده. هي دي 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 كلها يعني تقريبا ملمومه بس شويه. ملمومه لتحت اه الشينيو لتحت كده وحاطه هير بيس وطرح. لا بصراحه حلو جدا جدا جدا. طيب عشان نكسب وقت كمان معاك عايزين تمام. بقى يعني البنت وهي في البيت ازاي تعتني بشعرها، تعمل ايه وهي قاعده في البيت، قد ايه لازم انا مثلا يعني اغسل شعري كم مره في الاسبوع؟ هو بيتغسل مره واحده في الاسبوع، دي اهم حاجه. في ناس بتغسل شعرها كل يوم. طيب ده لو كل يوم بيسبب ايه، بيعمل ايه؟ هو الدهون اللي بتخرج من فروه الراس هو ده بيتغذى الشعر، فهو كده ما بيلحقش يبقى دهني فبتغسله على طول، فشعرها ما بيلحقش ياخد غذاء من الغذاء اللي بيجي لشعرها من جسمها نفسه. يعني احنا نخلي نستفاد من الزيت ده اللي بيطلع من الشعر. تمام. فنغسل شعرنا مره في الاسبوع. مره في الاسبوع. مره في الاسبوع. كل يوم بقى كده نقعد نتخانق ما ينفعش. عايزين ايه يعني نقلل الشامبوهات شويه. كده مظبوط كده توفير وكل حاجه. توفير كمان حلو. تمام. لا لازم صراحة بس. هو فعلا بس هنا المشكله طبعا في الصيف يعني البنات ما تقدرش تغسل، ما تقدرش يعني تغسل شعرها مره في الاسبوع. ده لو ماخده مثلا قاعده شاليه على البحر بقى ايه ونازله طالعه من الميه فطبيعي هي كده. لازم يعني. وبرده تسويه الاطراف دايما. وممكن اي حمام كريم تريتمنت كده يكون براند كويس، دي اهم حاجه. طب بص انا دلوقتي شعري هايش. تمام. مش شعري انا يعني، انه الشعر. تمام. شعري هايش، ازاي انا بقى اخلي شعري يعني اتغلب على المشكله دي تبع الهيشان؟ يعني بحاول الهيشان ممكن الهيشان. بروتين. بروتين كويس قوي للهيشان والتقصيفه، بيداري التقصيفه جدا وبيخلي ملمس الشعر ناعم جدا. اوكي. بس فده احسن حاجه موجوده البروتين دلوقتي. فاحنا المرات لما اجي مثلا وانا كمان يعني لما اجي اعمل شعري بحس انه شعري كده يعني كله هايش. اه دي تقصيف. ايه السر في الموضوع يعني؟ ده الشعريه ضعيفه بتتقصف بسرعه فبتبقى نسبه التقصيف عاليه في الشعر. بس فهو بتبقى اكتر حاجه ممكن تداري الشكل ده البروتين. طب ممكن كمان الهيشان ده يكون سببه كمان تغيير الشامبو افترضنا؟ يعني حسب الماتيريال نفسها، لو مش كويسه انت مركز ممكن. على الماتيريال، انت عايز ما هو البنات هي تدفع. بتفرق. لا خالص انت بجد عايز البنات بجد تدفع. اصلا ممكن انت لو مش بتستخدمي حاجه كويسه لشعرك ممكن تضر يعني. بس لا والله ربنا واحد اللي عارف. ولازم الشامبو يتغير من وقت للتاني. بس يعني لازم انه يتغير من وقت للتاني دايما. طيب نرجع للبحر بقى عشان الصيف جاي. انا مركزه على البحر جدا. تمام. دلوقتي البنت وهي في البحر وطبعا زي ما قلت لك يوميا تقريبا لو هي بتنزل للميه فطبيعي يوميا هتغسل شعرها. تمام. ازاي انا شعري متعرض للشمس ومتعرض للميه وميه مالحه، اوكي، ازاي انا هنا احافظ عليه عشان ايه ما يتعبش بزياده؟ ممكن تستخدم إيه احط ايه بالظبط؟ سيرم. سيرم. سيرم اه سيرم يكون كويس. ممكن يعني زيت ارجان، ارجان اويل حلو قوي للشعر لو استخدمته، وده تحفه.
وحلو في الصيف وما بيخليش الشعر دهن يعني. يعني وانا داخله الميه اعمل وهي نزلت خلاص من الشاليه ولا هي من مره يعني واحده؟ هي لا هو كل يوم يعني مره وهي نازله قبل ما تنزل في الشمس بتحط على اطراف شعرها كويس تنزل، هو بيدي حمايه حلوه. لا انا قصدي دلوقتي هي حطت في شعرها ونزلت الميه اوكي تمام. ترجع تاني تعمل ولا هي بس مره واحده نزلتها الميه دي وخلاص؟ هي لا مره واحده مره واحده مره واحده اوكي. طب قول لي دلوقتي بالنسبه للهايلايت لسه معانا ولا هيقول لنا باي باي؟ لا هو ممكن لو هيتعمل لو لايت وفي الثلث الاخير في الشعر زي الامبري كده. الثلث الاخير الثلث الاخير لكن أوكي. الشعر كله يبقى هايلايت مش موضه قوي. مش حلو. حلو جدا طبعا يعني فعلا اول حاجه الموديل جميله والتسريحه حلوه جدا وعجبتني دي يعني تحفه جدا. طب عايزه اسالك كمان سؤال معلش تحس انه انا عارفه بعمل كل حاجه ليا. في التركيبه في الشعر عارف زي الشمع اوكي الشمعي ده شمع. في بنات كتير كمان تقول لك خليني اعمله انه ايه يفضل ثابت في شعري انه حتى لما تنزل ميه او كده ما ينزلش تمام. طبعا الشعر الاكستنشن الكليبسات ما ينفعش تنزل بيهم تمام. الميه عشان مزبوط. ممكن لو هو مش متمسك كويس ممكن يقع منه مظبوط تمام وكده فضيحه اكيد ما ينفعش طبعا. دي مشكله شعري يعني شعري طويل لازم يفضل طويل تخيل. فاترشح الموضوع اللي انه البنت تعمل شعرها بالشمع هو في حاجه جديده دبل فيس دبل فيس يبقى شعر جديد ده افضل كتير من الشمع يعني الدبل فيس مش مضر خالص مش مضر. طب الدبل فيس ده اقل ضرر من الشمع شويه. عايز افهم نقطه في الدبل فيس الشعر هو بيجي طبيعي كده اوريجينال ولا بيكون مختلط؟ في انواع في انواع في بيجي مختلط. واللون اللون اهم حاجه اللون فيه يجي فاتح او غامق يعني لا يعني مثلا في الدبل فيس انا اخذت الدبل فيس وركبته في شعري اوكي اخذت اللون زي ما هو كده تمام ينفع انه انا اغير اللون بتاعه؟ ينفع لو الشعر بيور يعني لو ينفع شعر تعملي بيور. فيه اي حاجه طبعا اوكي. وانا بغسل في شعري واخذت الشعر زي ما هو كده اللون تمام. ده بيتغير ولا ما يتغيرش؟ يتغير لا يعني قصدي مع الغسيل يعني انا مثلا لما اصبغ شعري كده لونه طبيعي اللون هيتغير مظبوط يعني هيرجع اللون تقريبا شويه الاساسي بتاعه بس الدبل فيس لما اجي اخدهم نفس اللون واجي انا اركبهم واغسل شعري بعدين اللون بتاعه بيفتح ولا يفضل زي ما هو؟ يفتح برضه بيفتح هو شعر طبيعي فاوريدي مع الغسيل مع الشمس ولو اللون. طلع مش طبيعي ولو استنى لو ما فتحش معناها مش طبيعي مش طبيعي هو لو مش طبيعي هيبان وهو بيتعمل صبغه وبيبليس يعني هيبان هو مش طبيعي. حلو طيب يلا نصيحه للعروسه دلوقتي اخيره لانه للاسف الوقت يعني خلص العروسه تعمل ايه الروتين بقى اللي تمشي عليه لازم عشان ايه تحافظ على جمالها وجمال وشها وجمال شعرها جمال شعرها تمام يعني هي اهم حاجه تبقى طبعا نمره واحد واثقه في الهير دريسر اللي هتتعامل معاه يوم الفرح دي نمره واحد توتر شويه هم بيبقوا متوترين جدا يوم الفرح وقبل الفرح بلس ان هي المفروض تشوف اكتر حاجه هتبقى ماشي عليها ايه وتحاول ان هي تعملها في حاجات كتير ممكن يعني لو اتعملت هتفرق معاها جدا ومع اللوك بتاع الفرح. حلو جدا حلو بس. جدا نورتني مره تانية ويا رب اشوفك على طول كده متالق ميرسي ميرسي وكده مشاهدينا خلصت فقرتي وهنكمل مع الفقره الطبيه وان شاء الله اشوفكم بكره على خير.